هاي جايز، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا اليوم رايحة على شغل من اول مرة بروح عليه. هو يعني بعثة جاي من ايطاليا تعمل عنا مسح اثري بمنطقة الكرة. انا لانه بشتغل لاني دارتي اركيولوجي، فانا اليوم رايحة معهم لاسبوع كامل لاخذ خبرة واتعلم اشياء جديدة اكتر. حيوة اخذكم معي وصور اشياء شو بعمل هونيك وبيومياتي وهي بس هيك. فرح احاول اصور قد ما فيني خلال هذا الاسبوع وفرجيكم شو بعمل هونيك. صباح الخير. صباح مني اخذت كثير اغراض بس لاسبوع هذا. معاناتي، انا بدي اطلع الشنطه، ما ادري الف طابق فوق. I'm so tired. هذا الفيو من محل ما حنين نام لكم يوم. فاجيكم الشقة اللي عنا فيه. سو جايز، انا هلا طلعت وحطيت اغراضي بالبيت وارتحت شوي، جبت اغراض الشغل، هلا راجعة نازلة ميشن نشوف شو فينا نعمل، شو بدنا نعمل. وهيدي حديقتنا المتواضعة. سو جايز، خلص اول يوم معي بالتدريب او بالستاج. كنا عم نتعلم كيف نرسم بوتري او نرسم الازاز او نتعلم الرسم الاركيولوجي بالطريقة الصحيحة. كان شوي صعب بس بنفس الوقت ممتع، بنفس الوقت كان في اشياء جديدة. وهكذا شي كان متعب. هون هو نزلي وطلع على درج 4 طوابق وما في اسانسير. اوكي، هذا الوحيد اللي كنت عم بتعب فيه الحقيقه. زتني هلا عم باخذ اكسجين، ما عم فيني اخذ اكسجين. فيا شاركوا الايام الجاي كمان حلوين، رح احاول اصور لكم قد ما فيني كمان ان شاء الله. هي الغرفه، لا في غرفه. هني كيف القمر خلف الغيوم. يا هذا الفيو من الغرفة، يا الفيو من الغرفة بالليل. عبكرة رح احاول اصور لكم اياها الصبح كيف بتكون. باي يا قمر. باليوم الثاني مع الميسيون. اليوم هو ثاني يوم وان شاء الله يكون كمان بقلبه حماس مثل تاع امبارح. فيا حاخذكم معي كمان. انا اليوم شو رح اعمل؟ رح احاول اصور شو رح نتعلم وهكذا. سو ليتس جو. سو كيوت.
شوفوه هاني كيف خواليف. So guys نحنا عند هيدي النقطة تحت هذا البيت الأرضي عم نتعلم الرسم. هون محل ما هيدي الطاولة قاعد شخص عم بيعمل مركاج على الفخار يعني يكتب اسم الفريق والتاريخ والرقم تاع القطعة. ونحنا هون قاعدين عم نتعلم الرسم. So yeah. في وراي. So هلا نحنا عنا بريك وأنا جيت لحتى أخذ شوية سناك لأنه جعت شوي فحياخد بريك ياخد بريك هياخد سناك ورجع انزل على العذب بس اتس اوكي انا كتير مبسوطة هون كتير اشياء ما عرفش حني اخد maybe this one. هاي اليوم الثالث. انا اليوم تاخرت لحتى انزل على الشغل لانه كان عندي تقديم ابحاث فهسه في عندي تقديم واحد بس رح انزل شوي وارجع وقت يصير وقت تقديم البحث الثاني رح ارجع اطلع بس انا اكمل في وقت فحني اكل كواسون وارجع انزل لتحت وهكذا. رح اخذ كل معي باليوم الثالث شو رح نعمل. So guys هلا انا جهزت بس خلونا نشوف برا بالطقس كتير حلو. So انا هلا نازلة وبس يكون عنا تقديم المادة التانية انا رح ارجع اطلع مشان اقدم المادة التانية. So yeah هذا بالنسبة لليوم بعتقد وبعتقد بالليل رح يكون في عنا عشاء بمطعم. So رح اخذكم معي هذا العشاء كل سو جايز مثل ما خبرتكم عنا عشاء وانا متأخرة وهني ناطريني تحت فانا هلأ نازلة معلق نفتح آه. Good morning. يوم الثالث ولا الرابع ولا نسيت الأيام بس I think باليوم الثالث. Good morning. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. Hi guys. هلا نحن اليوم الاحد يعني هو رابع يوم وهلا هو عشيه. انا ما صورت شي الصبح لانه لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك مستعجله. هلا اخذين بريك وبعد شوي نازلي على العشاء وهيك. اليوم ما عملت كتير اشياء لانه كان في عنا ضيوف فكنت قاعده معهم وهيك فما كتير اشتغلت الا الصبح شوي رسمت شي ثلاث فخارات وبس. هيك كان اليوم والغدا كان طيب. جيت اقعد بغرفة القعدة لانه بغير الاي سي على الدافي. ان شاء الله الليلة تمر على خير وما ابرد كتير. Good morning. اليوم هو خامس يوم وهلا الساعة 7:42 والتروية على الساعة 8. قفت نشطت ولبست مشان انه انزل
هو بدي انزل اون جنرو اون جنرال شو اسم ما عمل اسم طفش كنت اصبر كيف تعال نطلع على برا كيف ينفتح اوه برد ليه حطول الليل كان في هوا هوا قوي كتير اليوم هيك في غيوم هيك التلج على الجبال ما شاء الله ننفت لجوا جايز انا بهالايام اللي عم بكون فيهم هون ما عم بعمل شيء الا انه عم بيعلموني كيف ارسم فهذا شيء كتير منيح بتعلم رسم الفخار وطريقة علمية اكتر فهيدي المرة ما رح يكون فيها كتير ظهرات لبرا مثل كل مرة كل الايام بس قاعدة عم بتعلم الرسم وعم بحاول فرجيكم انه شو كيف عم نرسم او شو عم بيطلع معي بالرسمة فكمان اليوم رح اخدكم معي شو رح نعمل وفرجيكم يومي اذا الله رد قد ما فيني My breakfast. هلا عم ظبط الرسمة يعني هي طلعت صح بس بدي ظبطها شوي. اخذ المجر تاع الديكوريشن ارسمه ديكوريشن ارسمه هيدا الشيء ارسمه سو نحفظ لكم النتيجه سو انا هيدي الرسمه اللي عم ارسمها هلا بس في شيء بدي ظبطه هون اللي هو ارسم هاي هيك وهكذا سو جايز على امل انه تكون الرسمة خلصت وصح بس انا خلصتها بس اسألون اذا صح ولا لا صح افرجيكم سو هيدي اول شي ارسمت هيك بعدين رسمت هيك سو يا والباب هونيك ما عم بيسكر Okay. 5 minutes later. So guys, bad news because سبب شوية تعديل الرسمة فأنا هلا حنقوم بتعديله. I can do it. 6.5 hours later. يا نيل خلاص أحسن من هيك ما في ما في خلاص enough. So guys, طلعت صح واخيرا هلا راح بلش بكيس تاني ارسمه هعمل انه يكون احيان So guys, قبل ما انزل لتحت رح اقول لكم انه نحن هلا عشي ساعة تنتين رح نروح على منطقة اسمها اميون شوف فيها مواقع يمكن انا هيك فهمت فرح احاول اصور لكم واخدكم معي اكيد فليتس جو احنا هلا وصلنا على اميون وعم نفتل هيدا الشيء قصر لساته عم يتعمر كتير كبير اميون زيرتها من قبل بس هلا
الغذاء كمان عم نزوره مع البعثي كتير حلوي. هيدي حقلة انو هيك بصير منجمع الاشياء المهمة منا هيك. فوق الطيارة خدوني معاكم. هيك شوفوا شو لقيت هاندل ماسكة. غير هي طلع كنا طالعين طلع غير وانا بشو اجري يوجعوني. او ماي جاد هون افريز مثل سوق جبع اللي حيصير تقريبا. سو جايز نحن هلا حيصير المغرب يعني بلشت شوي تعتم الدنيا بس ستنا من الفطر سكي باي. برد برد والله برد يو. سو جايز نحن هلا خلصنا التور بأميون كنا عم نشوف بعد المواقع وهيك فهلا رجعنا على البيت. الحقيقه انا هلا لحالي بالسياره يعني احنا سيارتين اثنيناتهم ما في حدا فيهم بقى كلنا لا سوبر ماركت بس انا ما لي حالي نزلت بس مسكينش بيبيك معقولي اختناء كان لازم انزل كان لازم انزل سكر هاي بي فاين هاي بي اوكي اي ام سو هلا نحن رجعنا وكانت الدور حلوة وبسطت يس وهكذا. سو هلا عندي صف من 6:30 ل 8:30 انجلش فلحد هون ما رح انزل دغري احضر المحاضرة وبرجع بنزل على 8:30. سو يا هذا كان نهاري كله. صباح الخير. اليوم انا هذا اخر يوم لي هون علاني اني رايحة اكيد بس نفس الوقت انه رح نرجع اشوفهم بالصيفية رح يكون في شغل اكتر فرح يكون في حماس اكتر اكيد ان شاء الله. لا اليوم هو اخر يوم رح اروح اعطي قد ما فيني fighting in the world. هيدي القطعة كتير غريبة. سو جايز انا هلا اخذت بريك وهلا بعد شوي رجع نازلي لتحت. اليوم عملت شي جديد غير الرسم هو مش جديد علي جديد على انه عملته هلا بهذا الاسبوع يعني انا كنت اعملهم من سنتين لانه انا كنت اجي معهم هيدي 3 سنين بيجي معهم ف لساتني هلا عم بشتغل فيه لهول الاشياء يعني هو بنعمل ماركاج على ال فخارة مشان نعطيها رقم فيا let's go. خدت نفس من طلعت الدرج بينك كتير تعبانة. Oh my god. So guys,
هلا انا هبلش ضبضب لانه بكره الصبح فيلي من هون، فلازم نحق ضب كل شيء. ردي انا مني كتير شايلة اشياء من الشنط، يعني مني شايلة كتير اشياء من الشنط. صافي let's go ضبضب، في برا اخشي ولا شوي. هولي رسمات، رسمتهم من كتدريب فنجان، هذا فنجان شفي وهذا فنجان قهوة وهذا فنجان كبية مي. بعد الكلمة بتعرف أنا كان كبية مي وهي هون منصفة. So yes. هون دبيت نص الغراض لانه في اشياء بكره الصبح لازم ضبط انا ستي عم بستخدمها لها بكره. قديش مبينه تعبانه، انا لازم اروح نام هلا. يا اليوم هيدي اخر ليله بقضيها هون بهالغرفه. كان حلو الشعور، حلو التجربه. و يس هيا انا هيك بكون الميشن تاعتي خلصت مع هيدي الليله الاخيره هون، واسبوعي بيكون خلص. هذا هو كان اسبوعي كله، كان كلاته هيك تعلم شيء جديد ورسم وضحك ولا ما هناك، ف يعني في ضحك وفي ستريس بنفس الوقت اكيد. فيا سو جايز، انا هلا فقت جهزت كذا فقت وجهزت حالي كتير كتير بكير لانه صار عنا ظرف بالعيلة، فبدي اضطر اروح بكير من هون. فيا بس هيك بتكون خلصت رحلتي هون. تشوفهم بالصيفية ان شاء الله. باي. وبليز إذا عجبكم الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لي لايك شير سبسكرايب كومنت، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام حطته تحت بالديسكريبشن. باي.